السلام عليكم متتبعات قناة ألوان سيمان، مرحبا بكم في قناة ألوان سيمان. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم، على اللايكات، على لي كومونتير الزوينه. شكرا بزاف بزاف البنات. اليوم جبت لكم هذا الموديل ديال الراندا بالكروشيه تاع قفطان جوهره. تشوف جوهره خدمته بالكروشي، رد الكروشي خدمتو برد الكروشي ومع الكريستال على نمرة جوج والحجيرات البنات. ودرت لي هاد الضرس في العنق وهاد الضريس في الجنب ديال غرزة بيكو تجوين. ودرت ليها وجمعت البنات بالملاقيه اللي حطيت في القناه، الملاقيه اللي كتشبه الراندا اللي قلت لكم جمعوا بها القفطان ولا الجلابه. ها هي البنات، راني جمعت بها هذا القفطان كامل من هالكتف وهاد التركيز البنات. حتى هو جمعته بالتركيز باش تشوفوا التطبيق كيكون كيجي زوين البنات. وهاد الجنابه البنات ها هما جمعتو تعال حتى لتحت ديال الضرس، وهاد الجنب حتى لتحت حتى هو جمعته بهاد الملاقيه. ها هي حتى لتحت دغيا كطلع البنات، ما كتاخذش زعما وقتك بزاف. الطريقه اللي وريتكم جوج سلسلات وغرزة حشو دغيا كطلعي وتجمعيه دغيا كطلعي، كتاخذش الوقت بزاف البنات. ها هو حتى لتحت البنات، شوفوا لتحت العطفة. المهم هنا هاد جمعته بهاد الملاقيه تحت نص الثقه البنات، جمعت واحد الملاقيه اخرى كبيره شويه على هاد ديال الجنب. ها هي البنات نوريها لكم نحاول ما امكن. ها هي نص الثق، ها هي البنات ها هي الملاقيه باش جمعت نص الثق. هاد الملاقيه على جوج، هادي بحال نيت هادي هادي هاد الملاقيه اللي في هاد الجنب على واحد، نحاول ما امكن هادي على وحده البنات. هادي هادي باش تبان لكم، هادي على واحد، هادي جمعتها على جوج. ها هي ان شاء الله غندير لكم تطبيق على هاد الملاقيه في القناه قريب ان شاء الله البنات. ان شاء الله نحط لكم وحتى هاد الموديل ان شاء الله حتى هو غندير له التطبيق ملي تجيني الفرصه باذن الله. دابا حتى لكم البنات راه درت فيه الضرس، هاد الضرس زويون كيشبه الراندا حتى هو. دابا غندوزو نلبسو المانكان باش تشوفو مزيان. ها هو البنات هاد ما لبستو المانكان، هو جا زوين. شوفوا الملاقيه اللي كتكون تحت البنات، ها هي بحال الراندا تحت. شوفوا باش جمعت الكتف، ها هو التركيز البنات، هو التركيز والجناب تا هما جناب. نتمنى يعجبكم الموديل واشتركوا في القناة وتدعمونا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. لايك البنات وكومنتير زوين ان شاء الله. وراه عندي لكم مفاجآت جميلة ان شاء الله غنديرها في القناة، متأكدة غتعجبكم ان شاء الله. يلا بالسلامة عليكم البنات، تهلاو في راسكم.